جاي من أمريكا. موسيماني يكشف عن مفاجأة مدوية بخصوص صفقة الأهلي النارية. كشفت مصادر مقربة من النادي الأهلي بأن المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني قد تواصل مع أفراد في جهاز الكرة ولجنة التخطيط، وذلك للحديث حول إمكانية تدعيم صفوف الفريق بجناح هجومي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وهذا بعدما رحل اللاعب محمود عبد المنعم كهربا عن صفوف الفريق خلال شهر يناير الجاري، وأصبح الفريق بحاجة إلى ضم لاعب جديد لتعويض رحيله. وقالت المصادر بأن موسيماني قد وضع 3 لاعبين من أجل تعويض مكان كهربا في الفريق، وعلى رأسهم الدولي الجنوب أفريقي بونغو كوهلي لونغواني لاعب ومهاجم فريق مينيسوتا يونايتد الأمريكي، وهذا بجانب أحمد رفعت نجم نادي فيوتشر إف سي ومنتخب مصر. وأشارت التقارير الإعلامية بأن موسيماني يرتبط بعلاقة جيدة للغاية مع اللاعب بونغو كوهلي لونغواني، وقد دخل الثنائي في محادثات حول إمكانية انتقاله إلى الأهلي، وخاصة في ظل مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، والتي قد تساعد اللاعب على الظهور بشكل أكبر أمام الأندية الأوروبية ومن ثم الانتقال إلى واحد منهم خلال السنوات المقبلة. وفقا لبعض الصحفيين المقربين من الأهلي بأن موسيماني قد يوافق على رحيل اللاعب الموزمبيقي لويس خوسيه مكسيوني في إعارة خلال الفترة المقبلة، وذلك في حال ما إذا وافق بونغو كوهلي لونغواني على التوقيع والانضمام لصفوف الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، وهذا بسبب عدم وجود أي مكان للاعبين الأجانب في القائمة في الوقت الراهن.